قيم ورد رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة الجزائر في الفاتح من شهر أكتوبر 2014. الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة أصدرت بيان سوف ألقيه على أسامعكم. بيان: فليستقيم الموظف المهان لأجل الكرامة الإنسانية. انخراط في سياسة الإصلاح الشامل للمرفق القضائي، أنشأنا تنظيم نقابي مستقل صحيح وقانوني منبعه الحقيقي، موظفي القطاع من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، هو الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنطوية تحت لواء النقابة الوطني المستقل لمستخدمي الإدارة العمومية، وهذا من أجل التخلص من هيمنة الإدارة في فرض وتعيين ممثلي النيابة من القاعدة العريضة من الموظفين الممثلين على أحسن وجه، لتمثيلهم على أحسن وجه والتغليب لمصالحهم على المصالح الشخصية الضيقة. بعد أن أصبحنا الحلقة المنسية لدى وزارة العدل رغم أننا العمود الفقري لقطاع العدالة، إن تماطل مسؤول وزارة العدل إقصائية لمنتسبي القطاع المطالبين بحقوقهم الاجتماعية والمهنية المشروعة لا زالوا ينتظرون دورهم في دولة القانون التي تقتضي أن يكون الموظف مثله مثل القاضي، تابعين لإدارة قضائية واحدة مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهذا ما يكرسه المبدأ الدستوري فصل السلطات. إن الضغط المعنوي الممارس على الموظفين من قبل المسؤولين منذ إضراب العاشر من شهر أفريل 2012 لا يبشر بالخير في قطاع حساس، في حين العالم اليوم يعطي العنصر البشري أهمية بالغة لما له من دور ريادي في تسيير شؤون المؤسسات، فأصبح المسؤول اليوم يعمل على تدبير شؤون نفسه على الوجه الذي يراه محققا لمصالحه، ويتخذ من القوانين ومن الأساليب ما يراه مفتاح لذلك. ومن منطلق اطلاعنا بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا، نجدد تمسكنا وإصرارنا على ضرورة التطبيق الفعلي لمحتوى الاتفاقيتين المبرمتين الأولى بتاريخ 23 فبراير 2011 الممضية من طرف الأمين العام لوزارة العدل السيد بوفرشار سعود، والثانية بتاريخ 7 أفريل 2011 الممضية من طرف السيد المدير العام للموارد البشرية السيد أيد أودية بوجمعة. يجب أن نكافح احترام لذاكرة أولئك الذين ضحوا من أجلها. هل يلقيت هذا البيان على الزملاء والزميلات؟ لماذا؟ الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة من تاريخ الإضراب أخذت عهد على نفسها باش تناظر من أجل قضية مش من أجل أشخاص، على أجل القضية تاع من الضبط والأسلاك المشتركة. مجموعة من أمناء الضبط بعد الإضراب كان اللي وقفوا مع العمل بدون سند قانوني، ولا خرقوا وزارة العدل خرقت القوانين الجمهورية حتى الاتفاقية الدولية. من تلك التاريخ وحنا رانا مازلنا مظلوم من أجل قضية. في الأيام الأخيرة وقع فيها شوية بعض الكلام بعض الزملاء، يعني كانت تحركات، كان بعض الاتصالات، كان حتى من يعني الناس بداو يقولوا لنا بعض الزملاء قال لك عاودوا رجعوا ما تحوسوش علينا. هذا الكلام هذا شكون اللي قالوا لنا؟ قالوا لنا المسؤولين. احنا كاين اتصالات، كاين اتصالات يعني كبار حتى من شخصيات وطنيه، اتصالات يعني كبار كاع عيطوا لنا وقالوا لنا راه رجعوا وخليكم الزملاء تاعكم شنو ديالكم. احنا ماشي قضية ماهيش تاع شخص ولا قضية تاعي ولا قضية تاع دراهم ولا قضية، هذه قضية تاع كرامة وقضية تاع موظفين تاع قطاع. حنا مادام عندنا محضرين، المحضرين هذه اللي رانا ننظم من أجلهم باش نفذوهم كما قلت الوزارة تنفذ المحتوى تاعهم. هذه هي هذيك اللي تقول لي نسمع الزملاء بعض الزملاء يعني على كل حال مشكورين، نسمع أنا المسؤول، بالعكس رانا نسأل المسؤول ونعاود نرجع بقدري. حنا يعني كلمة للزملاء والزميلات لا راهو عاجبهم الحال يعني في الوضع في قطاع العداله وشو شرب صاري فيهم. احنا خرجنا على الكهرباء ما خرجناش على الدراهم، الدراهم من بعد يجوا. احنا رحنا اللي بعيد وصلنا حتى للمكتب الدولي للعمل باش تكونوا على عيننا، يعني المكتب الدولي للعمل اول مره في التاريخ القضيه تاع عمر الضبط انطرحت تما، وكان تقرير يعني تقرير اسود على الحكومه الجزائريه فيما يخص عمر الضبط والاسلاك المشتركه ماشي الموقوفين على جميع موظفي قطاع العداله. وراه المكتب الدولي للعمل ينتظر في الرد الحكومة الجزائرية. كاين حتى هيومن رايتس ووتش منظمة حقوق الإنسان، هذه المنظمة الحقوقية كان تقرير على أمناء الضبط. يعني احنا المهم
خدينا عهد مع عند ربي يعني باش نمشوا نناضلوا، خاطر هذه النقابه العام النقابي ماشي مستقل ماشي سهله. ما نستناوش حنا الوزاره تعطينا دوك مازال يقول لك دوك بالعقل نمدوا لكم، شكون نريحوا هكذا 10 سنين 20 سنه ما كان والو. حنا عندنا الحقوق تاعنا، رانا ناضلوا من اجل الحقوق تاعنا، وهذه ماشي تاع فلان ولا علان. وكان بعض من الزملاء ملي نسمعوا فيهم يقول لك كاين بعض المسؤولين حتى يروحوا مسؤولين. المسؤول هذا هو اصلا راه مسؤول، راه مسؤول، راه موظف لدى الدوله الجزائريه. يعني المسؤول هذا راه يومي كي راه يدير في هذه الامور هذو، او يضرب على البوست تاعو باش يزيد الترقيه. حنا ما نحوسوش على المسؤولين فلان، حنا ما عندناش مشكل مع المسؤولين. حنا عندنا قضيه الشرع الجزائري يعني الدستور والقانون المعمول بها كرستهم، يعني الحقوق والواجبات عندنا، عندنا الحقوق تاعنا الواجبات تاعنا رانا نقوموا بهم باحسن ما يرام. والدليل على ذلك قطع العداله فيما يخص الاسران هذيك، شكون اللي وصلوا هذاك الشيء؟ ماشي الموظف، ماشي مسؤول الموظف هو اللي وصل هذا. حنا عندنا الحقوق والواجبات، حنا الحقوق والواجبات تاعنا رانا نزيدوا فيهم، نزيدوا عليهم، وهذه يعني من خدمه البلاد تاعنا والشعب تاعنا. ولكن الحقوق تاعنا حنا حقوق كان مضاولنا، مضاولنا يعني الوصايه الطات كان اتفاقيتين، حنا نحوسوا على هذوك باش يلبونا الطلبه تاعنا. والزملاء تاعكم ما تسناوش الوزاره، ما تسناوش المسؤولين، هذه باش تكونوا يعني على علم باللي المسؤولين يقبضوا بكم الوقت عام عام شحال عندها من الاضراب. عندنا قريب 3 سنين، حنا 3 سنين وحنا مريحين، مازلنا ناضلوا، رغم سمعنا في اهالينا، سمعنا في ابنائنا، يعني ربي لي عالم الامور. لكن هذا هو حنا خدينا الطريق تاع عمل نقابي مستقل من اجل قضيه ماشي من اجل اسقاط. نتمنى ان شاء الله كما يقولوا الزملاء تاعنا والزميلات يعاودوا من جديد يطلعوا حسابات تاعهم باش يعاودوا ينظموا من اجل الحقوق تاعهم المكرسه في المحضرين. وهذا المحضرين المبرم، المحضرين المبرم بين المسؤول وزاره العدل وامناء الضبط، وهذه هي الحقوق باش يكونوا على الحريه تؤخذ ولا تعطى. ما تسناهمش، ما يعطوكم والو، رامي يقبضوكم بالوقت ويزيدوا في مؤخرا، رامي يضربوكم بزوج بعضاكم، يحطوا لك لي زاجور هذوك اللي يعساك، تخرج الدور يكتبك، يضربك بالميزان تاعك الكريفيون شاف. هذو الامور هذو انتم راكم كبار على هذه الامور، وراكم الكريف راه حاجه كبيره، يعني المسؤوليه تاع الكريفي يعني راه يحتل العقوبه بينه وبين القاضي كيف كيف نفس العقوبه. يعني المشرع الجزائري في قانون العقوبات القاضي كيكون عنده عقوبة الكاتب يكون معاه العقوبة. يعني حنا رانا واش رانا نحوسوا، نحبوا على الحرية تاعنا، نحوسوا على الكرامة تاعنا، نحوسوا على الحقوق الاجتماعية تاعنا، ما رانا نطلبوا حتى حاجة. وفيما يخص القانون الأساسي للدخول الانتقال المادة 3 المادة 2 من القانون الوظيفي العمومي، حنا رانا حنا القانون هذاك ورسلناه للوظيفي العمومي ورسلناه لرئاسة الجمهورية الحكومة لوزارة العدل. هذاك يعني إلا حبيتو تناقضوا هذاك تانيك راه قانون يعني نحبوا نجتمعوا عليه ونعاودوا نزيدوا نصحوا فيه ونزيدوا نقصوا نشوفوا السلبيات الإيجابيات، وهذاك إن شاء الله هذاك تروحوا به للبعيد. والكلمة الأخيرة ما ضاع حق وراه مطالب. والسلام عليكم.